اليوم كان عيشه اليوم التالي من دورة 17 مهرجان تويزا اللي كتنظمو مؤسسة المهرجان المتوسطية للثقافة الأمازيغية تحت شعار الحاجة إلى مشروع ثقافي بديل. وهذه الدورة هي واحد الدورة متميزة، دورة خاصة، دورة احتفالية، جات من بعد ما جات الملك نصره الله قرر رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية على غرار رأس السنة الهجرية والسنة الميلادية. وهذه الدورة يحضرها مجموعة من المفكرين وأساتذة ومؤرخين من المغرب وكذلك من الخارج. هذه الدورة كذلك فيها مجموعة من المعارض، فيها معرض الكتاب اللي كيضم مجموعة من دور النشر، إضافة إلى معرض المنتجات التقليدية الأمازيغية اللي كيشارك فيه مجموعة من العارضين من جميع جهات المملكة. كذلك هناك معرض للفن التشكيلي، كذلك المعرض للفن الإفريقي اللي كينظموه مجموعة من طلبة رواندا اللي هما اللي هي ضيف شرف لهذه الدورة، إضافة إلى أنهم غينشطوا واحد الصبحية يوم الأحد للأطفال للرسم. كذلك هناك ورشة لتعلم تيفيناغ الحرف الأمازيغي، وإضافة إلى معرض هؤلاء مروا من هنا اللي كيضم مجموعة من الصور اللي التقطت لجميع المفكرين والفلاسفة والمؤرخين والأساتذة اللي شاركوا معنا منذ بداية الدورة الأولى. كذلك معرض لطيور الماء والبراري لطيور المتوسط اللي هي نادرة. كذلك بالنسبة للندوات فعندنا مجموعة من الندوات وملتقيات فكرية. البارح يوم الخميس كان الندوة الافتتاحية اللي كتحمل نفس شعار هذه الدورة اللي هي في الحاجة إلى مشروع ثقافي بديل، اللي كانت ناجحة وكانت حضور يعني غفير للمتتبعين ومهتمين بالفكر والثقافة. صباحا اليوم صباحا كانت ملتقى 15 لمحمد شكري اللي ناقشوا ماذا تبقى من الخبز الحافي، والآن كتجري ندوة إضاءات حول تاريخ الأمازيغ اللي كيشاركوا فيه مجموعة من الأساتذة والمؤرخين اللي غيعطيونا غيهضروا على التاريخ ديال شمال إفريقيا. كذلك المائدة مستديرة جدول كتابة اللي غيشاركوا فيه مجموعة من الكتاب شباب اللي غيهضروا على التجربة ديالهم، إضافة غيكون لقاء مع يوسف زيدان محاضرة حول الحكم على الحكماء والحكام. ويوم الأحد صباحا غتكون هناك ورشة لتعلم الحرف الأمازيغي تيفيناغ، إضافة إلى ورشة للرسم، وستكون ندوة ختامية ولقاء مفتوح مع أدونيس. استقبال قرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية كان كينتظروه الشعب المغربي يعني مدة طويلة، والحمد لله جاء في وقته، وكان الشعب المغربي سعيد بإعطاء أهمية لرأس السنة اللي هو كيعطي الأهمية ديال التاريخ الأمازيغي والعمق التاريخ خصوصا المغربي اللي كيمتد لقرون عديدة.